السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين استضافة الكان 2025 وسائل الإعلام الإفريقية تصدم المنتخب، تصدم الاتحادية الجزائرية وتشكر الاتحاد المغربي. أنا كي راني نقول لكم كيما هكا، نجي نقول لكم كيما هكا، بزاف ناس يقول لك شارك الدين من يا ودي، راني نقول لك باللي هادو الناس اللي درت لهم لانيفيرسير لهنا كلاو الكاطو وكلاو منا وطيارات تجيبهم وطيارات تديهم، يعني لازم لك يكونوا عندك رجال في الاتحاد الافريقي الاتحادية الجزائرية، ولازم يكون عندك رجال كونديدا داخل في الاتحاد الافريقي. ماشي توكلوا الكاطو هنايا وترسلوا يروح، ماشي ولدك تربيه من الصغر وطلعه طلعه طلعه ان شاء الله يروح ويخليك حسن. انت يا واحد افريقي يا لازم انت تكون حاضر وداخل يعني اجتماعات صوالح منه منه من انت لهنايا لهنا في عرسك، عرسك ما دخلتي لو تروا لو تروا فيبري داروا اجتماع حنايا ما دخلتي، ما تجي عندي انايا. انا راني نقول لك باللي يا ودي راكم يعني انتوما وليتوا تبيعوا في الاوهام، وقلنا لكم باللي يا ودي ما تسبقوش الاحداث، ما تسبقش الاحداث، سكت. ها رانا نهضروا الصح، المغرب قويه في الاتحاد الافريقي، اي قويه في الاتحاد الافريقي كره القدم قويه، بصح تشوف الاعلام تاعهم راه ساكت. انتوما ليكم منوضين باطل، ما كان والو، ما كان والو، ما كان مكاش لي راه يسمعكم اعلام تاعنا، مكاش لي يسمع. خطره داك الغندور قاعد طايح لا راهو راهو طايح لا راهو راهو، عيط لواحد قال له هل راهم يسمعوا فيك؟ ناس قال له ناس القرار راهم يسمعوا فيك؟ ما عرفش يسمعوا فيك، قال له اسكت ما صاب ما يهدر. مسؤول في الاتحاد المصري عيط الغندور قال له كيفاش تهضر على راهو راهو كل يوم على راهو راهو، قالوا يسمعوا فيك ما يسمعوا فيك، قالوا كاش لي يسمع فيك، نتوما الاعلام تاعنا يسمعوا فيكم كاش لي يسمع فيكم، انا تبالي بلي كاش لي يسمع فيكم. انا نقول لكم وين هيا لو راي، وين اكد موقع اخباري الغابون تاع غومبيا ان المغرب ارض كره القدم بعد يعني وين يعد المرشح المفضل لاحتضان كاس افريقيا للامم 2025. واضاف الموقع الاخباري الغومبي ان المغرب اصبح مركز حقيقي لكره القدم القاريه، يعني مضيف انه يفضل البنيات التحتيه المتطوره وذات مستوى عالي بما في ذلك 6 ملاعب معتمده من قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف والاتحاد الدولي للعبة الفيفا. واكتسبت المغرب بفعل سمعة قوية، يعني شو كيفاش سمعة قوية، يهدر لك يقول لك سمعة قوية، يهدر لك شو كيفاش يا صاحبي. ها هنا لازم لنا الناس يكونوا واقفين، الله يرحم الشوابين، والله ما باغيكم كيما شو. كاين واحد الصحفي راح لي اسمه جاب القناة البلاد قال لهم برحمة الوالدي، قال ما رانا نسبقوا الأحداث، خطرة فانيك الآخر حسين جنات قال لكم راكم تتسرعوا، خطرة فانيك كيسمو يزيد واهيب قال لكم راكم تتسرعوا بزاف، حبسوا الهضرة حبسوا الهضرة، ما تروحش تايا كيما هولتوها الضربة تاع الماتش تعاود الماتش تعاود الماتش تعاود، ما كان والو، هضرة زايدة هضرة زايدة. ما ماني الله غالب أو دعمي، وأنا ما نأمنش حتى يردوا ديك الورقة وصايك، هذا مكان. عرفتوا لي زافريكا ديك خطرة قناة إفريقية مجمعين للصحافة يعني وين يدعموا في المغرب، راهي تونس وين يحرق لك في ليستاد تاعك يدعم في المغرب نورمال عادي. وبصح 3 مارس لعب تاعي في سان جوي بزاف، عندك نيسور موندي الله، عندك تاع قسنطينة، عندك تاع النابة، عندك تاع وهران، شوية بدل ميجو عندك لي زافريكا يشوفو، ماشي غي 5 جويلية هاموالكم. واكتسبت المغرب بفعل سمعتها القوية في تنظيم المسابقات الكبرى،
وأبرز ذات مصدر أنه لهذا السبب أصبح المغرب مؤهل لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025، والذي كان من المقرر إعلان عنها عن الدولة التي تستضيف هذه الحدث يوم 10 فبراير 2023 من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولكن تم تأجيل الأمر إلى تاريخ لاحق. ذكر بأن المجموعة من الدول أعربت على اهتمامها بعد انسحاب غينيا في أكتوبر 2022 من تنظيم الكان، موشي إلى أن المغرب الذي يحظى بالفعل بدعم عديد من الدول الإفريقية بتوفير يعني على الحظوظ قوية وإن يتوفر على حظوظ قوية، وأشار إلى توفر المغرب على سياسة رياضية طموحة وبنيات يعني فنادق وقطع نقل متطور وخبرة واسعة في تنظيم المسابقات كرة القدم، فضلا عن قوتها التأثيرية في كرة القدم الإفريقية. وأضاف أن الملف ترشح المغرب يتضمن 6 ملاعب بمواصفات حديثة في كل من طنجة 60,000 مقعد، وفاس 35,000 مقعد، والرباط 45,000 مقعد، ودار البيضاء 45,000 مقعد، ومراكش 45,000 مقعد، وأكادير 45,000 مقعد. لافت إلى أن اختيار المدن المذيفة للتظاهر يسحب يعني يحتسب يعني لمعطيات التي تفرضها الكاف، سواء على الصعيد البنية التحتية الرياضية والسكنية أو وسائل النقل. وقال الكاتب يعني هذا في الاتحاد، الكاتب عام اتحاد الجومبي، أن المغرب يتوفر على بنية تحتية عديدة متعلقة بكرة القدم، بحيث تمتلك بلد أكثر من 200 ملعب بالعشب الاصطناعي بجودة عالية، وحوالي 20 ملعب بالعشب الطبيعي، وإنارة في المستوى المطلوب. عرفتوا كيفاش؟ انتم هذوك مين يقولوا لكم كيما هكا؟ عرفتوا هذا تاع غومبيا تاع غيني، هذا اللي جاو لعبوا هنا في وهران وقيلا ما عرفت وين لعبوا، يعني تعطيهم وتوكلوا 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 كي يروح يساك وما يسمع بيك. الناس يطير صاحبي، قاعدين هنا تاكلوا في بعضكم بعض، قاعدين هنا تاكلوا في بعضكم بعض. الى اللي غلط قولوا لي. دونك انت عندك واحد شاب دين عماره تروح تراسل الاتحاد الافريقي باش يقلعوه، جا لهنا في طويدي كاش ما يعرف يدير يتقلب تقاوده يقاودك ويدخلك يعرفك مع روحه ساعتها اللي تعصرك معاهم وكلش. لا قلت له خرجوا لي خرجوا لي ما يقعدش هذا هنا. آه يا راه قال لك خرج انت رئيس موتيبي، قال لك خرج انت، قال لك هذا خدام معنا هذا اي خرج انت، قال لك بعد يقول لك حقرونا انتوما هنا حاقرين بعضكم بعض، انت هنا منصب حاقر منصب، منصب يحقر منصب، ها انتوما حاقرين بعضكم بعض والله انتوما حاقرين بعضكم بعض. بعد يقول لك لا يا ولدي كي لا صاحبي انا نشوفه بلينا، انا نشوفوه كان والوه الشيطان مزيه القاتلة النيجر هذه غادي نلعبوا معاها نربحوها مزيه وفوتو مارس مزيه القاتلة النيجر هذه هي مزيه القاتلة النيجر يا ولد عمي. الناس قلعت راحت على كاتب عام تاع غومبيا يشكر لك في الموري، هذاك هذاك رئيس تاع موريتانيا رئيس اتحادية تاع موريتانيا الاعلام تاعنا قال لك يا ودي غادي يلعب منا. طب خرج. لا قال لكم انا ما هدرت، انا ما هدرت ديريكت، انا قال لكم ما هدرت يا ودي ما خلاش قاعد تبرد. بعد مي تهدر يقول لك ها لا انت راك تخسر يا ودي، مانيش خسراني نقول لك فطرناه فطرنا 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 ماكم دايرين والو. انا من اللي رسلتكم، انا من اللي شتكم رسلتو مكلف بالاعلام دا ملف وحطوا قاعد يداير سيلفي ويضحك وداره في السيتا الاتحاديه. انا خاصني وجهك، انا خاصني وجهك في السيتا الاتحاديه، انا خاصني لعاب، انا خاصني نشوف لعاب، خاصني نشوف وجهك تا مكلف بالاعلام شنو ندير بيك، خاصني لعاب انايا، ما تجيب لي لعاب نفرح بيك نفرح
انا جايب لي انايا جايب لي وجهك دايره تازم بلي راك عند في التحقيقات يا شيطانه كاش كاع. الى جات مرحبا ما جاتش تربح بصحيح. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير و بارطاجيونا لي فيديو تاعنا و دايما معكم بجديد و نمشي ابوني معنا و ربي يحفظكم خاوتي صحيتكم.